السلام عليكم. الجيش الإسرائيلي توغل داخل الأراضي اللبنانية بهجوم بري خطير للمرة الأولى على الإطلاق. الأمر تطور خلال 24 ساعة الماضية، والتفاصيل كانت قد نشرت من قبل القنوات المقربة من حزب الله اللبناني على مستوى بيانين منفصلين. وعلى سبيل المثال هنا قناة التليجرام التابعة لحزب الله، وهي حزب الله الإلكتروني، هي التي تحدثت عن هذه المسألة بشكل مباشر. كذلك أوساطا دولية وغربية على تويتر وغيرها تحدثت عن هذه المسألة، مثل ميدل إيست أوبزيرفر أو حتى أوسن ديفندر. الهجوم جاء من قبل قوتين إسرائيليتين في نقطتين معينة هنا في الوسط تقريبا في الجنوب اللبناني، وواحدة من النقاط التي تم فيها الهجوم هي وادي قطمون. دعونا نقترب من هذا الوادي الذي يأتي مباشرة باتجاه بلدة رميش. هذا هو الوادي الذي نتحدث عنه، وهذه هي بلدة رميش. الحديث هنا من هذه التفاصيل قادمة من حزب الله اللبناني بأن قوة إسرائيلية في هذه المنطقة قامت فعلا بعملية توغل في هذه المنطقة ودخلت إلى المنطقة الجنوبية، وفجأة حزب الله اللبناني كان منتبها لطبيعة هذا التقدم الإسرائيلي، وقاموا باستخدام الصواريخ والمنظومات الصاروخية الخاصة بهم من أجل التصدي لهذا الهجوم، ووجهوا ضربات مباشرة كما تحدث هذا البيان للقوة الإسرائيلية المتوغلة، وهو الذي دفع هذه القوة الإسرائيلية من الانسحاب مباشرة من هذه المنطقة. أما النقطة الأخرى الذي تم فيها التقدم من الجيش الإسرائيلي هي كانت قادمة ونفذتها قوات ليست بالعادية، وهي قوات قادمة من لواء جولاني الإسرائيلي ومن منطقة زرعيت. وسنلاحظ هنا هذه هي منطقة زرعيت هنا التي طبعا يتواجد بها الجيش الإسرائيلي بكل تأكيد. الحديث أن هذه القوة قامت بمحاولة الاقتحام وتوغلت فعلا في هذه المنطقة وباتجاه رامية. هذه هي رامية الموجودة في الداخل اللبناني على الحدود مع إسرائيل، ولكن هذه القوة واجهت لغما خاصا على الأرض، لغم خاص بحزب الله اللبناني، وانفجر فجأة بوجه هذه القوة، واستخدموا المنظومات أو المدافع أو القوة الضربات، وبالضربات المدفعية استخدموا المدفعية الخاصة بهم لاستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة، وكانت هنالك إصابات مباشرة كما تحدثت البيانات الخاصة بحزب الله اللبناني. هو الأمر الذي دفع القوات الإسرائيلية من الانسحاب من هذه المنطقة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. لم يصدر هنالك أي بيان تأكيد أو نفي من قبل الجانب الإسرائيلي، ولكن هذه التفاصيل بشكل عام هي تفاصيل مهمة وخطيرة. وحزب الله اللبناني بدأ يتحدث عن توغلات من قبل الجيش الإسرائيلي في ظل تقارير رأيناها مؤخرا، الكثير من التقارير الأسبوع الماضي وخلال هذا الأسبوع، عن أن إسرائيل فعلا تريد الدخول واقتحام الجنوب اللبناني من أجل دفع حزب الله اللبناني على مسافة 10 كيلومترات تطبيقا للقرار 1701 الدولي. ودعونا هنا نأخذ ونختبر هذه المنطقة. على سبيل المثال سنلاحظ أن الجيش الإسرائيلي لم يختر مناطق عادية عند التقدم. على سبيل المثال هذه المنطقة التي ننظر إليها هنا باتجاه زرعيت، سنلاحظ بأن هنالك وادي يبدو أنه هو الوادي الذي تنوي إسرائيل التقدم إليه، ألا وهو وادي زبقين. هذا الوادي كما نلاحظ هو عميق منخفض للغاية، جبال مرتفعة من الجهتين، وهو يمتد على مسافة 14.5 كيلومترا. نلاحظ بأنه ممتد على مسافة طويلة، وهو الذي سيشكل نقطة جغرافية تضاريسية استراتيجية مهمة بالنسبة للجيش الإسرائيلي. وهذا يوضح أن الجيش الإسرائيلي يبدو بأنه يختبر هذه المنطقة من طبيعة التقدم إلى نقاط مهمة للغاية، مثل منطقة أو بلدة مروحين أو حتى بلدة رامية. الجيش الإسرائيلي هنا إذا ما تقدم فإنه قد يفكر بعملية التقدم إلى هذه المرتفعات هنا التي نراها بهذه المنطقة، وهو الذي سيفتح الباب للجيش الإسرائيلي لكي يسيطر ناريا على بلدة رامية وكذلك على بلدة مروحين هنا، وخاصة أن لديهم مناطق مرتفعة أيضا مطلة على هذه البلدة التي نتحدث عنها، بلدة رامية، وكذلك أنهم يستطيعون استغلال هذه المناطق المرتفعة التي تأتي في مناطق فارغة كما نلاحظ أو مفتوحة، وبالتالي الجيش الإسرائيلي أيضا يستطيع السيطرة عليها، وشيئا فشيئا يحاول السيطرة ناريا على البلدات الموجودة هنا، وباستخدام طبعا
المدفعية أو حتى الطائرات الخاصة بهم لتوجيه ضربات والاستمرار بتوجيه ضربات عنيفة لاستنزاف حزب الله اللبناني. والفكرة هنا بأن يبدو بأن إسرائيل تفكر للوصول إلى هذا الوادي الذي تحدثنا عنه وهو وادي زبقين، وبالتالي السيطرة على كل هذا الوادي. لاحظ المسافة الكبيرة للغاية إن ما تمكنت إسرائيل من الوصول لهذه المنطقة. وطبعا حزب الله اللبناني من مصلحته إن ما تطورت الأمور بشكل خطير في هذه المنطقة أن ينسحب إلى الخلف وأن يسيطر على المناطق الخلفية أو المواجهة أو المرتفعات المواجهة لهذا الوادي من أجل تشكيل خط دفاعي قوي صلب ضد القوات الإسرائيلية، وبعد ذلك يستخدمون المنظومات الصاروخية والمنظومات المدفعية الخاصة بهم وقدراتهم الأخرى من أجل محاولة استنزاف القوات الإسرائيلية المتقدمة بهذه المنطقة. ولكن بشكل عام إن إسرائيل خططت من التقدم بهذه المنطقة فهذا الوادي بالتأكيد سيكون هدفا استراتيجيا لهم لتحقيق مثل هذا التقدم. ومثل هذا التقدم هو يأتي على مسافة مهمة، على مسافة 4 كيلومترات. وعندما نتحدث عن 4 كيلومترات، القرار الدولي 1701 هو يتحدث عن 10 كيلومترات، أي أن حزب الله اللبناني يجب أن ينسحب خلف النهر الليطاني. وهذا يعني بأن إسرائيل بمجرد ما تحقق هذا التقدم ستحقق 40% من التقدم الذي تبحث عنه هنا 4 كيلومتر طبعا، وبالتالي 40% من 10 كيلومترات المطلوبة لإسرائيل ستتحقق إن ما جاء التقدم بهذا الشكل. كذلك إذا ما عدنا إلى نفس المنطقة أو المنطقة الأولى التي تحدثنا عنها وهي منطقة وادي قطمون وذهبنا إلى هذه المنطقة، ستلاحظ نفس الأمر. المنطقة استراتيجية للغاية بالنسبة للجيش الإسرائيلي هنا. لاحظ أن إسرائيل هنا يبدو بأنها تفكر أن تسيطر على هذه المرتفعات، على هذه المرتفعات التي نراها هنا، وكذلك استغلال المساحة المفتوحة بهذا الاتجاه. تمكنت إسرائيل طبعا شيئا فشيئا من التوغل والوصول إلى هذه المناطق المرتفعة بالكامل، فستكون لهم سيطرة نارية واضحة طبعا على إرميش التي تحدثنا عنها هنا، وبالتالي هي ستكون ساقطة عسكريا بالنسبة للقوات الإسرائيلية، ساقطة طبعا حتى من جهة حزب الله اللبناني. لن يبقى في هذه المنطقة إن ما تمكنت إسرائيل من السيطرة على هذه المرتفعات، وكذلك ستعطي سيطرة نارية على عيت الشعب، عيت الشعب التي تتعرض إلى الكثير من الضربات بشكل يومي، وأن هنالك أضرارا خطيرة تتعرض له هذه المنطقة، مقرات حزب الله وغيرها، ولم يعد هنالك كثير من المدنيين في هذه المنطقة. بالتالي أيضا نتحدث هنا عن مسافة، إذا ما أخذنا هذا الخط الأزرق باتجاه رميش فإننا نتحدث أيضا مرة أخرى عن 4 كيلومتر، 40% من 10 كيلومترات المطلوبة للجيش الإسرائيلي لدفع حزب الله اللبناني إلى العمق، وبالتالي تأمين الشمال الإسرائيلي وإعادة المواطنين الإسرائيليين لهذه المنطقة. هذا الاقتحام يعتبر اقتحاما ليس عاديا أبدا، وسبق أن رأينا مثل هذه الاقتحامات في السابق من قبل الجيش الإسرائيلي. ويبدو أن ننتبه هنا على الرغم من أن هذا الاقتحام لم يحقق الكثير، ولكنه بالفعل يحقق نتائجا استراتيجية وملموسة على المدى البعيد بالنسبة للجانب الإسرائيلي. فمثل هذه الاقتحامات التي تأتي بهذا الشكل، أن تتقدم إسرائيل وتنسحب، أولى المكاسب من هذه العمليات هي أنهم يقومون بعملية جس نبض الدفاعات الخاصة بحزب الله اللبناني، كشف المزيد من الدفاعات وما يخبئه حزب الله اللبناني للجيش الإسرائيلي، بالتالي زيادة بنك الأهداف للجيش، وبالتالي يستطيع الجيش الإسرائيلي معرفة أين مكامن الضعف ونقاط القوة الخاصة بحزب الله من أجل استهدافها. كذلك مثل هذه التوغلات ممكن أن تتطور إلى اشتباكات لساعة أو ساعتين أو حتى 3 ساعات ومن ثم الانسحاب، وبالتالي محاولة استنزاف قوات حزب الله شيئا فشيئا. مثل هذه التوغلات أيضا ممكن أن تأتي في نقاط مختلفة، في نقاط غير متوقعة بالنسبة لحزب الله اللبناني، وبالتالي الاستنزاف شيئا فشيئا وزيادة التوتر لدى حزب الله اللبناني بأنه لن يعرف بالضبط متى ستتقدم القوات الإسرائيلية على هذه المنطقة. يستمرون بهذه العمليات بهذا الشكل حتى فجأة يقومون بعملية التقدم ودفع حزب الله اللبناني إلى مسافة 10 كيلومترات التي نتحدث عنها الآن، وبالتالي مثل هذه العملية ستكون عملية صعبة ومعقدة. ولكن كما تحدثنا إسرائيل سبق وأن نفذت نفس هذه الطريقة ونفس هذا الأسلوب في قطاع غزة دون الإعلان عن شيء، دون تأكيد بأنهم توغلوا أو لم يتوغلوا. نفس الأمر جرى قبل التقدم باتجاه قطاع غزة، الجميع كان يتحدث بأن الجيش الإسرائيلي لن يتقدم لغزة، البعض كان يرى بأنهم سيتقدمون لقطاع غزة، كان التحدي كبير، الأنباء متضاربة. ولكن في هذه الأثناء
كانت إسرائيل تعمل على الأرض، حاولوا اقتحام خاصرة قطاع غزة قبل اقتحام قطاع غزة بأكمله في هذه الخاصرة في هذه المنطقة الخطيرة. الفصائل الفلسطينية تصدوا بنجاح لهذا الهجوم وانسحبت إسرائيل بسرعة. كانت هنالك كذلك جرافتين قد تعرضت إلى الحرق من قبل الفصائل الفلسطينية. بعد ذلك حاولوا من التقدم في الشمال وعادوا وانسحبوا مرة أخرى مرة ومرتين بهذه المنطقة. بعد ذلك قاموا بعملية إنزال سريعة هنا باتجاه رفح وتحققت اشتباك مع الفصائل الفلسطينية في هذه المنطقة وعادوا وانسحبوا من المياه بعد ذلك. ولكن الاقتحام جاء من منطقة لم يقوموا بأي عملية اختبار لها أو مناورة، وفجأة إسرائيل تقدمت من شارع الرشيد بهذا الشكل، وكذلك تقدمت من هذه المنطقة ما بين الشمال الإسرائيلي في قطاع غزة ووسط قطاع غزة، نتحدث عن دير البلح هنا، وعزلوا الشمال عن الوسط والجنوب وبعدها بدأوا يتقدمون بهذا الشكل مع التقدم باتجاه أيضا بيت حانون في هذه النقطة. وبالتالي كانت اللحظات الأولى والبدايات التقدم الإسرائيلي في قطاع غزة كانت بهذا الشكل. لاحظ المحاور التي استخدموها تختلف تماما عن المحاور التي قاموا باختبارها بهذه المناورات التوغل والانسحاب السريع بمسافات بسيطة، وبعدها تطورت الأمور بهذا الشكل. وبالتالي هو نفس الأمر الآن يطبق مع الجنوب اللبناني بحديث واعتراف واضح وصريح من قبل حزب الله اللبناني. وإسرائيل مستمرة بتحقيق استهدافات خطيرة للغاية طبعا على كل النقاط الحدودية التي يسيطر عليها حزب الله اللبناني في الجنوب اللبناني. هنالك نوع من التسوية للكثير من المقرات والمواقع بالطائرات وبالمدفعية. بالتالي واضح أن إسرائيل تهيئ هذه المنطقة للاقتحام فعليا. وسبق لإسرائيل أن هددت بهذه المسألة لا تنجح الجهود الدبلوماسية سيتحركون بهذا الاتجاه. وواحدة من الأخبار السيئة على ما يبدو بأننا فعلا يبدو بأن المؤشرات تتجه إلى حرب في لبنان هو ما يجري من هدنة رمضان المتوقعة في قطاع غزة. سمعنا الكثير من الأنباء الجيدة والإيجابية عن هذه المسألة، لكن اليوم إسرائيل ريدار قناة N12 العبرية بالإضافة إلى باراك رافيد من موقع أكسيوس الأمريكي كلهم أكدوا بأن الظروف أصبحت مختلفة، والجانب الإسرائيلي غير راضي أبدا عن كل المفاوضات التي تجري الآن في جمهورية مصر العربية. جهود أمريكية قطرية مصرية من جميع الأطراف يحاولون من الوصول إلى قرار واتفاق وهدنة في قطاع غزة، ولكن في حقيقة الأمر بأن حركة حماس حتى هذه اللحظة بحسب المصادر بحسب الإسرائيل ريدار وN12 وباراك رافيد كلهم أكدوا بأن حماس لم تقدم أي قائمة بطبيعة من هم موجودين من الأسرى أو المحتجزين من قبل حركة حماس ممن هم على قيد الحياة أو ممن يريدون أساسا ومن يريدون من إسرائيل أن يتم إخراجهم، وبالتالي يتم التبادل بهذا الشكل الواضح. وعلى هذا الأساس بنيامين نتنياهو لم يتسلم أي قائمة، اتخذ قرارا بعدم إرسال أي وفد لجمهورية مصر العربية. بالتالي هذه الهدنة يبدو بأنها مهددة مرة أخرى بالتعرض للفشل، وهذه تعتبر مسألة خطيرة للغاية، خاصة وأن التقييمات الإسرائيلية بحسب ما نشرته الوول ستريت جورنال في 24 ساعة الماضية وجدت بأن السنوار يبدو بأنه لا يريد أي هدنة خلال رمضان، لأنه يريد استثمار رمضان بأنه أمر مستفز للمسلمين وللعرب، وأن يكون هنالك صراعا ولا مصلحة لهم بعملية تبادل الأسرى بهذه الهدنة لمدة 6 أسابيع، ومن ثم تعود إسرائيل لمهاجمة رفح. بالتالي ليس هنالك أي مكسب لحركة حماس. في نهاية المطاف الولايات المتحدة وإسرائيل تريد القضاء على الفصائل الفلسطينية وحركة حماس، وبالتالي ما داعي الاتفاق في هذه المسألة. وبالتالي التقييمات الإسرائيلية تذهب إلى أن الأمور لن تصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها، وهذه طبعا تعتبر ضربة كبيرة للجهود الأمريكية من أجل إيقاف إطلاق النار بين إسرائيل وبين حزب الله اللبناني. أموس هاكستين أحد أهم العناصر الموجودة في الإدارة الأمريكية الحالية اليوم قد وصل إلى بيروت من أجل الوصول إلى نوع من التفاهم مع حزب الله. إن حققنا هدنة رمضان يجب عليكم أن توقفوا إطلاق النار مع إسرائيل لتفادي الانزلاق لحرب حقيقية على الأرض. ولكن المثير بهذه المسألة أن أوسن ديفندر وعدد من المصادر الأخرى نقلوا بأن ما تم تبليغ أموس هاكستين بلغوه بأن الهدنة في قطاع غزة لن تمتد إلى لبنان، أي أن حزب الله اللبناني ليس ملزما بالأخذ بهذه الهدنة إن كانت أسبوع أو أسبوعين أو غيرها، إن نجحت هذه الهدنة بكل تأكيد. وبالتالي بكل الحالات الأمور متجهة للتصعيد بشكل خطير في لبنان، وهذه أخبار سيئة للغاية على الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الذي لا يريد توسع الحرب. وكل هذه مؤشرات بأن هنالك حربا في لبنان، يعني ببساطة بأن جو بايدن عليه صرف المزيد من الأموال الآن من أجل مساعدة إسرائيل من السلاح والجنود والقوات، وكذلك
قد تكون مشاركة مباشرة من قبل الجيش الأمريكي في هذه الحرب، خاصة أن حزب الله أمر مختلف والولايات المتحدة متعهدة بأن تشارك ضد حزب الله اللبناني، وبالتالي هذه المسألة أصبح فيها المال الكثير في ظل ضغوط على جو بايدن بأنه يستخدم الكثير من المال في الخارج ولا يستغل هذه المسألة في الداخل، وبالتالي هنالك استثمار انتخابي من قبل دونالد ترامب على سبيل المثال القادم بقوة لمواجهة جو بايدن في نوفمبر القادم. فكان هنالك استفتاء قد صدر على سبيل المثال لتأكيد ما نتحدث عنه من CBS نيوز الأمريكية، التي أوضحت بشكل واضح بأن 55 من المواطنين الأمريكيين يعتقدون بأن سياسات بايدن ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في نهاية المطاف في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بينما 44% من المصوتين هنا في هذا الاستفتاء وجدوا بأن سياسات دونالد ترامب ستؤدي إلى تخفيض الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أن دونالد ترامب يقول على سبيل المثال بأنه سينهي الحرب بين أوكرانيا وبين روسيا. لماذا نصرف كل هذه الأموال إلى أوكرانيا من أجل مواجهة روسيا؟ يجب أن تنتهي هذه الحرب ويجب أن تنتهي الحروب الموجودة في المنطقة، وأن تكون هذه الأموال تصرف في حقيقة الأمر على الأزمات الداخلية على مستوى التضخم وغيرها من المسائل التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هنالك ثقة واضحة بأن سياسات دونالد ترامب ستؤدي إلى تخفيض الأسعار بشكل كبير، وهذه مسألة مهمة كذلك على مستوى الهجرة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الهجرة بشكل عام، الهجرة الغير شرعية القادمة من المكسيك. ستلاحظ بأن 50% من المصوتين بحسب CBS نيوز الأمريكية من هذا الاستفتاء وجدوا بأن سياسات بايدن ستؤدي إلى رفع أعداد المهاجرين، وهذا أمر حاصل الآن، ولكن 72% من المصوتين هنا يجدون بأن سياسات دونالد ترامب ستؤدي إلى تخفيض المهاجرين وأعداد المهاجرين إلى الولايات المتحدة في التركيز على إنهاء المهاجرين الغير شرعيين أو تقليل أعدادهم بشكل كبير للغاية. بالتالي الكل يريد الأموال أن تذهب للداخل، أن تتوقف الحروب. لماذا نحن منخرطون بكل هذه الحروب الكبيرة؟ وبالتالي على هذا الأساس أن كل الاستفتاءات على سبيل المثال لو أخذنا آخر استفتاء من CBS نيوز الأمريكية توضح بأن دونالد ترامب الآن متفوق بنسبة 52% بحسب هذا الاستفتاء على جو بايدن الذي تحصل على 48%، وأيضا فوكس نيوز أوضحت بأن دونالد ترامب متقدم ب 49% بحسب الاستفتاء الخاص به مقابل 47% لجو بايدن. دونالد ترامب متفوق في كل الاستفتاءات العامة التي وضعت في مواجهة جو بايدن إن تمت الانتخابات اليوم في ظل هذه الأحداث طبعا التي نتحدث عنها. كل شيء قابل للتغيير، ولكن دونالد ترامب متقدم في كل شيء، على الرغم أن دونالد ترامب تعرض اليوم إلى أولى خسائره في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأمريكي بفوز نيكي هيلي في العاصمة واشنطن، ولكن العاصمة واشنطن هو أمر متوقع أن تفوز فيه نيكي هيلي. دونالد ترامب لم يستثمر الكثير في هذه المنطقة تحديدا، وكذلك أن النقاط التي تحصلت عليها نيكي هيلي هي 19 نقطة فقط، هذه أرقام منخفضة للغاية، ونيكي هيلي الآن تمتلك 43 نقطة مقابل 247 نقطة لدونالد ترامب. وأن هنالك انتخابات اليوم أيضا في نورث داكوتا، وهي مسألة أيضا متوقع دونالد ترامب أن يؤدي فيها أداء كبيرا للغاية، ومن يصل إلى 1215 نقطة في نهاية المطاف هو الذي سيفوز في الترشيح الرسمي للحزب الجمهوري الأمريكي. ويوم غد ستحسم الأمور على ما يبدو بين دونالد ترامب ونيكي هيلي، ومتجهة لتحسم بمصلحة دونالد ترامب في السوبر تيوزداي يوم غد الثلاثاء الكبير. 15 ولاية ستكون فيها عمليات التصويت، وواضح جدا أن دونالد ترامب قادم بقوة لجو بايدن، بالتالي جو بايدن آخر ما يريده هو حرب في لبنان، لأن هذا يعني المزيد من الأموال كما تحدثنا، المزيد من الانخراط بالمشاكل في الشرق الأوسط في ظل معاناة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، قلق من ارتفاع الأسعار، التضخم وغيرها، وكذلك الهجرة الغير شرعية التي تعصف بالبلاد بشكل كبير للغاية.